نعيش وإياكم مع القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الذي سوف نستمع إليه الليلة في قرآن الفجر عبر إذاعة القرآن الكريم. نعيش وإياكم أيها الأحبة الكرام خاشعين منصتين لهذه التلاوة القرآنية التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن في ليلة تكريم أم رحلت عن دنيانا حرم الحاج محمود خطاب الشيخ علي، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها يا رب العالمين. فمع القرآن الكريم وأسأل ربي أن يفتح على قارئنا فتوح العارفين وأن يرزقني وإياكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا فتح الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم
الثمرات لعلهم يشكرون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور. ربنا ربنا إني أشكرت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا 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 عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فاجعل أفئدة من الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا
عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل فيه ربنا ليقيم الصلاة فجعل فيه فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل
الحمد لله إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا يا رب
قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وبرزوا لله الواحد القهار
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تلك آيات الكتاب وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من تنزل الملائكة إلا بالحق ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا
الذكرى وإن يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هكذا أيها الأحبة الكرام، عشنا خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا عالم التلاوة بمصر والعالم العربي والإسلامي، ابن محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود حلي علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي يهل علينا في فجر الليلة قارئة. أسأل الله أن ينفعه بالقرآن وأن ينفعني وإياكم بالقرآن. باسم العائلة الكريمة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمن جاء يقدم واجب العزاء في ليلة تكريم حرم الحاج محمود خطاب الشيخ علي. كما نذكر السادة الحاضرين بأكبر مكبرات الصوت والضوء والفراش الحديثة لصاحبها المهندس مصطفى رجب زيدان، ومن أراد الاستماع لهذه التلاوات القرآنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قناة أحمد جعبري للقرآن الكريم. حقا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.